تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يتابع مع وزير الإعمار والإسكان مشاريع الماء والطرق والجسور، واتفاق على إنجازها بمراحلها المحددة. فلاح صلاح الدين يواصلون الحصاد وتسويق الحنطة والشعير إلى السيلوات، وضغط الغاز يقلل من تطمينة الحصول على مستحقاتهم. البرلمان يتجه لتمديد الفصل التشريعي شهراً إضافياً لاستكمال مشاورات إقرار الموازنة، وحكومة السودان تحظى بدعم دولي كبير. بارزاني وطالباني يتفقان على الشراكة وطي الخلافات، ومقتل بليبل والنعيمي بقصف في حمرين، والداخلية تلغي شرط الكفالة عن المتسولين القصر. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.